البهجه حي البهجه. دونك هو السيتكوم ديال رمضان هذا العام ان شاء الله اللي كتشوفوه على القناه الثانيه، اخراج ديال جميله المتالقه اللي تشرفت بالخدمه معها المره الثانيه صفاء بركه. دونك حي البهجه السيتكوم اللي كما شفتوا هو ناس ديال مراكش اللي كيسكنوا في واحد الدرب اللي سميتو حي البهجه، كيعيشوا بزاف ديال الحياه وكيعيشوا بزاف ديال المواقف الكوميديا، ومن ضمنهم شخصيه فاطمه اللي هي كانت غدايزه، هي كانت غتمشي للطاليان ووقفوها في طنجه وجات سكنت في مراكش. دونك المجيء ديال فاطمه السمعليه من قصبه طرش لحي البهجه غير بالصدفه، جات لمراكش ولقات الناس معاها ولقات انها كيخصها تجمع الفلوس، خصها تجمع الاورو باش تصيفطوا لدارهم باش ما تقول لهمش انها ما كايناش في طاليان. دونك هادشي اللي كاين عند فاطمه، وكتعيش مواقف اكيد كوميديا مع الناس ديال حي البهجه. هي اون بون كتخدم عند الناس كلهم باش تقدر تجمع الفلوس، والرهان ديالها الكبير هو ان دارهم ما يعرفوش انها ما كايناش في الطاليان. الناس اللي كيقولوا بان نفس الدار ديال الخوا خصهم يعاودوا يشوفوا الخوا ويشوفوا حي البهجه، لان سكينه ديال المرض ديال الخوا ماشي هي فاطمه المطوره المطرقه ديال حي البهجه. اكيد انا ما تلقيت حتى شي مكالمات ولا حتى شي تعاليق لها هي خايبه، الحمد لله كنقول غير للناس يشوفوا الاعمال ويحاولوا انهم يحكموا ما بين الحاجه والحاجه، لانني تلقيت كل خير، الناس كيشكروا الاعمال، انا كنحاول اني ما نكونش نمطيه في الاعمال ديالي، داكشي علاش ما خدمناش على سكينه مرض مصطفى هذا العام في السيتكوم، فحاولنا اننا نجددوا من ديك تبهله وسرق العواد ديال سكينه مرض مصطفى الى الجديه والصرامه والتحرميات ديال فاطمه. دونك لا علاقه لسكينه مرت مصطفى بفاطمه السمعليه. دونك المشاركه ديالي في ماشي المشاركه المدايره اللي دارت بيا في كاميرا خفيه، انا كنت عيطوا لي على اساس انني نقدم برنامج في ذاك دريم فيلاج. انا كنت كنقولها لهم، كنقول لهم كاميرا خفيه الا كنتوا غتفقوا معايا باش نديرها غير بلاش، الا كانت غدا ليا بصح صيدوني وديروها لي، واخا عمري ما تصيدت صيدوني مع النموره، وراكم شفتوا الفزع اللي وقع ليا لو حتى كنت متفقه معاهم. راه بنادم غتحطيه في ذاك الموقف في واحد لاكاج محلوله مع النموره، راه لا اله الا الله، راه النموره هذوك وحيوان هذاك، يعني حنا غنتفقوا مع النمر؟ دونك ماستر شيف سيليبريتي هذا العام هذا تختاريت به باش نكون بالفنانه اللي كيشاركوا فيه. ماستر شيف انا قلت لهم في الدخله، قلت لهم لا عيطوا لي باش نطيب لكم داكشي ديال غوكوتوم، ما غاديش نعرف طيب، عيطوا لي باش نطيب لكم داكشي البل ديال الرزين ديال المغربيات المغربيات العائلات المغربيات، انا معاكم. فماستر شيف عيطوا لي باش نختبروا المهاره ديالي في الطياب، انا حادقه واحد شويه، المهم تتشوفوا لي برايم كلهم اللي غادي يساليو ان شاء الله. احنا واش غنبداو نمثلو في الحياه ونبداو نمثلو حتى في البرامج اللي هي واقعيه؟ ماستر شيف لا انا لا دنيا بطمه لا عمر لطفي صحاب وحباب، وقبل ما نجيو لماستر شيف كنتهضروا وكنتعيطوا. دونك ديك الروح المريحه اللي كتشوفوا في ماستر شيف ما هيش تفليه وما هيش بالعاني، داكشي حقيقي. واش حنا غنتفلاو حتى في بركة؟ حنا كنمثلو، خلي التمثيل في بلاصتو، حنا كنهضرو معاكم واقعيين، كنمشيو للبرامج اللي هي واقعية باش تشوفونا على وجهنا الحقيقي، ما كنضرقوش وجهنا التفلية والنشاط، داكشي ديال سيدي ربي، اللي عنده شي حاجة في قلبه راه كيخرجها، اللي كيصنع في الأفلام وهذا راه غير ممثلين، أما حنا كنقول لكم الواقع في ماستر شيف. المسرح جامي ويك جامي ما ينقرض من العالم، لان الفن منبثق من المسرح، لانه ابو الفنون، فمهما مشينا للسينما التلفازه ولا حتى شي حاجه اخرى كنرجعوا دائما للمسرح. المسرح عنده جمهوره، والدليل على ذلك انه اليوم كانت لاصال الحمد لله بلان، واخا الناس جاوا وخلصوا وقطعوا لي التيكي ديالهم، فكنحيي الناس اللي كيجيو للمسرح وكنقول لهم شكرا لكم التحفيز ديالنا، وغنفاجئكم ان شاء الله دائما بالجديد في المسرح. سكينة دربي اللي كتلقى راسها كثر في المسرح، لان تكوينها كله هو كالمسرح، وسكينة دربي فاش كتبغي دير لا ميزاجور ديال نفسها وديال شخصيتها وديال كممثله كتجي للمسرح. دونك المسرح كلمه اخيره كنبغي نقولها للشعب المغربي والمتفرجين والناس اللي كيحبوني وحتى الناس اللي ما كيحبونيش، عواشركم مبروكه والله يكمل عليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه، ونتمنوا من الله خير كامل للامه المسلمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.